ستر الحراير بقلم خنساء الفرات. ارسم ارسم وترجم الوانك، صور اللوحة قصيدة فيها من روحك معاني، وفيها ترنيمة فريدة. ريشتك ريشتك تروي الحكاية عن قلب فنان أخلاقه تزيدة. بالكرم بالكرم والطيب معروفا بطبعه، هذا خو صبحه نشمي وليده، وهذا ابو ضرار لا جيته مسير، ديوانه مشرع والقهوه جديده. والضحكة بوجهه تشرح صدر ضيفه، ذا حسن حمدان اسم على مسمى، مروة مع شهامة وسجاية حميدة، وتشهد له الساحة بتشرين البطولة، عفية لأبو مهية وسام من القائد، أسد عروبتنا ووقفات المجيدة. عفية لأبو مهية وسام من القائد، أسد عروبتنا ووقفات المجيدة. لا قلت أبو فاطم يا ستر الحراير، أبشر بالنخوة والصولة العنيدة، صقر مش هداني لا صاحة الحرة، وينك يا خو صبحة يا ضيغم الهمات، تلقاه متصدر وللفزعة مديدة، تلقاه متصدر وللفزعة مديدة. لا قلت أبو ضرار يا طيب المعاني، لا قلت أبو ضرار يا طيب المعاني، عسى ربي يسلمه ومن خيره يزيده. خنساء الفرات، الرياض، في 18/11/1430.